السؤال رقم 16. A network administrator is measuring the transfer of bits across the company backbone, a mission for a mission critical financial application. The administrator notices the network throughput appears lower than the bandwidth expected. Which three factors could influence the difference in the throughput? احنا اتفقنا قبل كده ان الثروبوت معناها ايه؟ معناها الـ actual bandwidth. فبيقول the amount of traffic that is currently crossing the network, دي تعريف الثروبوت. لما قلنا الـ bandwidth هي الـ capacity بتاع اللينك وليكن عرض الشارع بتاعك، انما الداتا الفعلية اللي ماشية في الميديا بتاعتك هي دي الثروبوت. تمام؟ طيب The sophistication of the encapsulation method applied to data. يعني الثروبوت دوت هي الجزء اللي انا بضيفه في الهيدر بتاع الداتا؟ لا. ولا الطيب اوف ترافيك ذات كروسنج ذا نتورك، ممكن يكون نوع الترافيك اللي ماشي في النتورك هو اللي بيأثر على الثروبوت. فلو عندي ترافيك فيديو هيعمل لي مشكلة عندي في الثروبوت بتاعتي، هيعمل لي ديلي. The latency that is created by the number of network devices that the data is crossing. طبعا ان الديفايس اللي في السكه دي ممكن يكون عندها ديلي ويكون عليها لود تاثر لي على كميه الترافيك اللي واصل لي عند الديستنيشن. تمام؟ يبقى which three factors could influence the difference in throughput. معناه كميه الترافيك اللي انا ببعتها وبتعدى على النتورك، ونوع الترافيك اللي ببعته ممكن يكون فيديو او صوت فمأثر لي على الثروبوت بتاع الشبكه، والتأخير اللي بيعمله الأجهزة بتاعت النتورك اللي في السكة. What is characteristic of unchilled twisted pair coupling؟ بيقول لك والله هو immunity to electrical hazard. لا طبعا بتأثر فيه الموجات الكهربائية. Woven copper braid or metallic foil. لا طبعا. Cladding اللي هو الكابلات الجلادنج اللي هو الكابلات الجيلي فيلد والحاجات دي. هو الكانسليشن، ان اليو تي بي كابلنج ده يا جماعه كابل متضفر زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، كل جزء من الكابلات متضفر حوالين التاني، علشان لو مشوا الاتنين ستريت جنب بعض، مشوا الكابلات مش متضفره كده مفرودين جنب بعض، كل كابل بيبقى له الكتروماجنتيك ويب، كل كابل بيبقى له مجال مغناطيسي حواليه بيأثر على الداتا على الكابل اللي بعده، وعشان كده احنا حاطينهم عموديين على بعض علشان كل كابل ما يقدرش يأثر على الداتا بتاع الكابل التاني، فهو معناه cancellation. ده الكاركترستيك بتاع اليو تي بي. للأسف دي أسئلة نظري وكلها مباشرة ولازم تنحفظ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. What are two characteristic of fiber optics؟ عن النحاس، ايه الكاركترستيك بتاع الفايبر اوبتكس؟ طبعا هو ما بيتأثرش بأي موجات كهرومغناطيسية وأي موجات راديو، مفيش تأثير عليه زي كابلات النحاس. Each pair of cable is wrapped in metallic foil. لا طبعا مش متضفر. It combines technique of cancellation. لا طبعا مش عموديين على بعض. It typically contain four pairs. ده في كابل النحاس. It is more expensive than UTP cabling. طبعا الفايبر أغلى من النحاس شوية. تمام. What is the characteristic of a logic link control sublayer؟ فاكرين دي خدناها في الداتا لينك لير المره اللي فاتت. تمام، اسمها ايه؟ اسمها logic link control. احنا قلنا الداتا لينك لير بيتكون من اتنين لير، ال LLC والماك. فايده دي ايه؟ ال LLC place information on the frame allowing multiple layer 3 protocol to use the same network interface and media. انا قلت ال LLC دي اللي بتتعامل مع network layer. فين الاجابه اللي فيها layer 3 هنا؟ اهي، ان هو يجيب بدايه ونهايه الفريم، ان هو يحط الداتا على الكابل، ان هو الكلام ده كله، ده كل شغل الماك. ان يتعامل مع physical layer ده شغل الماك. امال ال LLC بتتعامل مع مين؟ مع layer 3 protocol. طيب النتورك تيم is comparing physical and technology for connecting remote sites to headquarter building. Which technology provide high availability and
connect some but not all remote site. احنا خدنا التوبولوجي دي المره اللي فاتت وانتم ما خدتوش بالكم في الوان تكنولوجي، لما اجي اربط الفروع بتاعت ببعضيها، لما اجي اربط الفروع بتاعت ببعضيها، اول واحد فيهم كان الهاب اند سبوك اللي هو راوتر في النص ومربوط بيه الفروع بتاعته اهو، وليكن مثلا سنترال رمسيس ومربط كل الفروع بتاعتنا ايه كده. فبنسمي ده ايه؟ بنسمي ده هاب اهو، وبسمي ده ايه؟ سبوك. بس اي سايت من دول من السبوك عايز يكلم اي سبوك تاني بيعدي على مين؟ بيعدي على الهاب. اي واحد من دول عايز يكلم السبوك بيعدي على مين؟ بيعدي على الهاب. تمام؟ فدي بنسميها هاب اند سبوك. في طريقة تانية للربط؟ اهو دي بيسموها ايه؟ بيسموها فول مش. دي اكترهم ستابلتي، ثبات، بس غالية جدا. شوف كل سايت موصله بسايت تاني بكابل فايبر، الكابلات دي انا هدفع ايجار. في طريقة تانية؟ ان انا اوصل فول مش المراكز الرئيسية بس المهمة اهي. طب ولو فرع مش مهم ممكن اوصله هاب اند سبوك. التبولش دي بيسموها بارشال مش، جزء منها مش وجزء لا. دي التوبولوجي عندنا بتاعت الوان تكنولوجي. هو بيتكلم هنا في ايه بقى؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله انا عايز اوصل فيزيكال وان تكنولوجي لاكتر من سايت ريموت تو هيد كوارتر للمركز الرئيسي. ايه التوبولوجي اللي هتبقى كويسه هاي افيلابيليتي؟ ولكن خد بالك انا عايز اكونكت سام بعض بات نوت اول، يعني بقول لك بلاش الفل، بلاش المش، تمام؟ اللي هي ايه؟ اللي هي البارشال مش. لو حد عنده اي سؤال انا تحت امركم. هو ممكن هندسه هو مفتوح ولا ايه؟ ممكن هندسه السويتش يوصل اكتر من راوتر ببعض، بس يكون سويتش مش سويتش ايثرنت. خليك محدد. عارف انت السويتشات اللي هي السنترالات بتاعتنا، في سويتشات بتشتغل في الوان غير الايثرنت بتاع الكور مثلا. ليه كور تقريبا؟ لا 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 لا، الكور سويتش ده بيطلعك بره السايت. لا، في سويتشات مش سويتشات من اللي قصدك عليها، سنترالات شغاله فريم ريلي، شغاله اي تي ام، سويتشات كبيره بيجيبها شركات الاي اس بي، بيبقى الكابلات بتاعتها فايبر، تمام؟ وبيبقوا بنين بها كلاود على مستوى الجمهوريه، وممكن السويتش يوصل اكتر من ايه؟ من راوتر. لو انت عايز توصل سويتش بسويتش، لو انت عايز توصل اكتر من راوتر بسويتش سيسكو، واي نوت، مفيش مشكله. بس ليه هتعملها؟ انت فاهمني؟ ليه هتوصل اكتر من سويتش بسويتش سيسكو؟ محدش بيعمل كده يعني. تمام. سؤال تاني. رقم 16. تمام. هو هنا يحيى بيتكلم على الثروبوت. فتعريف الثروبوت هو كمية الترافيك اللي بتعدي جوه الشبكة ممكن تأثر لك على الثروبوت لو كان في ترافيك كبير. نوع الترافيك ذات نفسه، يعني لو ببعت فيديو، تصور كده لو وصلت الانترنت بتاعتك، انا مثلا اخويا دلوقتي شغال معايا على الواي فاي بتاعي وبيتفرج على موفي، على فيلم، ايه اللي هيحصل في النتورك؟ ايه اللي هيحصل في الثروبوت؟ طبعا هياخد كل الترافيك لحسابه. تمام. زائد كمان كل ما الشبكه عندك كانت كبيره، كل ما كانت الاجهزه اللي في النص دي بتعمل ديلي. معروف الراوترات والسويتشات اللي في النص ما بين السورس والديستنيشن بيعملوا ديلي، فبيأثروا على الثروبوت بتاع النتورك. بس هي ذاتها كنا بنقول انه تايب اوف ترافيك،
التايب اوف ترافيك ان انا لما اجي ابعت داتا غير لما ابعت فويس غير لما ببعت فيديو. تمام، خد بالك من طيب ايه تاني؟ وزي اماونت اوف ترافيك شو قصده؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ زي اماونت اوف ترافيك الاماونت اللي هو كميه الترافيك. لو في اكتر من يوزر شغالين مع بعض في نفس الوقت انت هتحس ان انت مخنوق، صح؟ في اكتر من واحد شغالين دلوقتي عندك على النت، وفي حد بيعمل داونلود وفي حد بيرفع حاجه، انت تحس ان انت مخنوق. لما انت في ترافيك كميه الترافيك ذات از كرنتلي كروسنج ذا نتورك اللي شغاله حاليا، مش شغاله حاليا يا هندسه، يبقى المفروض الثروبوت مش الباندويتس. ما هو عايز ثروبوت، هو بيتكلم على ثروبوت. يعني فعلا هي ترافيك اللي هي كرنتلي كروسنج ذا نتورك دي ثروبوت مش الباندويتس. اسرع ثروبوت الطاقه الفعليه. واحنا قلنا ثروبوت امبارح، تصور كده ان انت عندك شارع 6 حارات وقدامك 12 عربيه عايزين يعدوا منها، اخبار الثروبوت عندك هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى متنيله 60 نيله، صح؟ ترافيك رهيب، وهيبقى فيه ديلي، وهيبقى فيه هو ده الثروبوت. فبيقول لك كميه الترافيك اللي هتعدي في النتورك دلوقتي هتاثر، نوع الترافيك هياثر، عدد الاجهزه اللي ما بينك وما بين الديستنيشن هياثر. تمام. حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب نكمل. السؤال رقم 21 ده خدناه بقى، خدنا المره اللي فاتت ان في عندنا كونتينشنز بيزد وكنترولد بيزد. الكونتينشنز بيز اللي شغال في الوايرلس اسمه سيسما على السي اي، كارير سينس مالتيبل اكسس على كوليجن افويدنس. اللي شغال في الواير، لو جاب لك دي واير ايثرنت العادي سيسما على سي دي، كارير سينس مالتيبل اكسس على كوليجن ديتكشن. برضه جايب لك سؤال ومرخم علينا في لير 2، وات ار ذا 3 برايمري فانكشن بروفايدد باي لير 2 داتا انكابسوليشن عند الفريم، بيعمل ايرور كوركشن؟ لا اوعى. لير 4 يا جماعه، لير 2 بيعمل تشيك سم. التشيك سم ده معناها ايرور ديتكشن، يعرف ان في ايرور حصل بس بيصلحه؟ لا، محدش في اللير خالص بيعمل ايرور كوركشنز، محدش في جميع اللير عندنا بيعمل ايرور كوركشن. اللي تشيك سم الفيلد اللي محطوط في الديل بتاع الفريم ده عشان اعرف ان الفريم اللي جاي لي ده صح ولا غلط. فده معناها ان انا بعمل ايرور ديتكشن، يعني بتحقق من الايرور ان انا ما بعملش ايرور كوركشن. ده اول واحده. سيشن كنترول يوزنج بورت نمبر، يا عم بورت نمبر ايه ده؟ انت بتتكلم في لير 2 يعني مكات، بورت نمبر ده في لير 4 هناك في ترانسبورت لير. بيحط الداتا لينك لير ادريسنج. طب هو ليه ما يكتبليش هنا الماك؟ لان احنا قلنا الداتا لينك لير ادريسنج ممكن يكون ماك، ممكن يكون تريبل بي ادرس، ممكن يكون واي فاي وايرلس ادرس، ممكن يكون اتش دي سي ادرس، على حسب التكنولوجي وقعدنا نتخانق فيها المره اللي فاتت. بليسمنت اند ريموف الفريم فروم الميديا، بيحط الداتا على الميديا ويشيلها من الميديا. والله ممكن، بس دي اكتر في الفيزيكال لاير، دي اكتر للفيزيكال لاير احسن. ديتكشن اوف ايرور، اهو يبقى في فرق ما بين الايرور كوركشن والديتكشن. طبعا لان في الديل عنده في معادله اسمها سي ار سي او الفريم تشيك سيكونس، بيجمع الداتا لفريم، هو اللي بيعمل الفريم. طب بيحول البيتس دي لسيجنال، دي فيزيكال لاير. يبقى الاجابه الصح بيحط الداتا لينك لاير ادرس، وبيعرف لو في ايرور حصل في الفريم عن طريق فيلد اسمه سي ار سي، وبيجمع الداتا في فريم. What will an ethernet network do if receive frame؟ لو كارت شبكه عندك راكب في جهاز استقبل فريم with destination MAC address doesn't match، استقبل فريم مكتوب في ماك مش بتاعه، يعمل فيه ايه؟ طبعا المفروض يديسكارد الفريم، يوقع الفريم. Which frame forwarding method خدناها المرة اللي فاتت، receive entire frame بيستقبل الفريم بالكامل وبعدين يعمل CRC check عشان يشوف الايرور before forwarding الفريم. ده كان النوع ده اسمه ايه؟ اسمه store and forward. ان كان بيدخل الفريم بالكامل عنده جوه الميموري
وبعدين يتشك على السي ار سي اللي موجوده في الديل، لو لقاها تمام يفروض، ما لهاش تمام يدروب. طيب ريسيفر تو اكزيبت، اف هوست اي سند باكيت تو هوست بي، وات ويل ديستنيشن ادرس ويل بي ان ذا فريم وين ات ريسيف تو اي وين ات ليف هوست اي، لما يبقى يطلع من الاي. اسف، طبعا هيحط الاي بي بتاعه والاي بي بتاع الراجل اللي رايح له، اما الماك هيحط الماك بتاعه والماك بتاع الجيت واي. فانت لو بتكلم هنا وات ويل ديستنيشن ادرس ان ذا فريم، يبقى بيتكلم على الماك، هيحط البيهات دي كلها اهي اللي هو الماك بتاع الجيت واي. تمام، وات ادرس ار مابد باي ارب، الارب ده بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك الديستنيشن ماك تو ديستنيشن اي بي، بقى معاك الاي بي يجيب لك الماك بتاعه. تمام، اوقف ولو في اي سؤال واقف قدامكم تحت امركم. حد عنده اي سؤال؟ 26 اه، ده احنا خدناه، ده احنا خدناه امبارح. بنتكلم على ايه؟ امبارح اه بتكلم ان انا لو عندي الجهاز بتاعي بيكلم السيرفر بتاع الياهو، هيبقى عنده اربع معلومات: السورس اي بي والديستنيشن اي بي. طب الديستنيشن اي بي هيجيبه منين؟ من الدي ان اس، والسورس اي بي ده بتاعه هو اساسا، وهيبقى عنده السورس ماك، بس الديستنيشن ماك مش هيعرف يجيبه، هيحط مكانه 12 اف. الله يكرمك، كان عندنا بروتوكول اسمه الارب، الارب ده الجيت واي بقى، ارب ريكوست وارب ايه ريبلاي. هيعمل ارب ريكوست، هيحط مكان الديستنيشن ماك 12 اف، ويعمل برودكاست على الشبكه عنده. فلما يروح للراوتر هو هندسه، هيحط افات ولا هيحط الماك بتاع الجيت واي؟ لا، ما هو هيجيب له منين الماك بتاع الجيت واي؟ ده لسه الاول هيعمل برودكاست، فيحط افات الاول. تمام ماشي، تمام ماشي. وبعدين يعمل برودكاست فيروح للجيت واي بتاع الراوتر يا باشمهندس محمود اهو. فالباكت لما يعني اعتراف كده، ما يعرفش الجيت واي بتاع، ما يعرفش الماك بتاع الجيت واي كده، هو لسه ما يعرفش اي حاجه خالص. فبيعمل برودكاست لكل الناس بتوع الشبكه، بيقول لهم يا جماعه الديستنيشن اي بي بتاعه اكس اكس اكس، يرد عليا بالماك بتاعه، فيروح لكل الناس، فكل الناس تبص تلاقي الاي بي ده مش بتاعهم. الراوتر يلاقي الراجل هو في شبكه وبيدور على الاي بي في شبكه تانية خالص، هو اللي يرد عليه بالماك بتاعه، يقول له ابعت لي الفريم وانا اوصله لك. تمام، حلو، ده معنى الارب. الارب، فالارب بيعمل ايه؟ الارب لو معاك اي بي يجيب لك الماك بتاعه، ده فايده الارب، ده اللي احنا بنتكلم فيه. بس قصه الهايدي وتايبات برودكاست اف 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 اف، هو السويتش اللي بيبعت البرودكاست على الراوتر يعني؟ عمر السويتش ما بعت برودكاست، يعني الجهاز بيبعت السويتش والسويتش يكريت الفريم بتاع البرودكاست. اوكي تمام كده، لان السويتش ملوش اي بي عشان يكير باكت ويكير الكلام، لازم يكون لازم يكون جاي الباكت ده من الجهاز نفسه. اوكي اوكي، يعني وقت يوصل اف اول ما يوصل السويتش يلاقي في اف اف اف، يوم مطلعه من كل البورتات بتاعته، ومنها كمان البورت بتاع الراوتر، يعمل لها فلاد يعني. بالظبط، يعمل لها فلاد. الله يكرمك، ده نفس الكلام اللي احنا حكيناه امبارح في الشرح. اوكي تمام، اي سؤال تاني؟ اوكي نكمل معاك. بيقول لي هنا هوت what are services are provided by OSI network layer، what are two services provided by OSI network layer. هنا بيسألني في network layer perform error detection، لا طبعا راوتينج، النتورك لاير بتعمل راوتينج، الراوتينج موجود في لير 3، وعلشان كده احنا خدنا يعني ايه راوتر لما كنا بناخد اللير 3. تمام، راوتينج ماشي. انكابسيوليشن البي دي يو فروم ترانسبورت لاير، بياخد الداتا من الترانسبورت لاير يحولها الباكت، يغلفها بليسمنت الفريم. لا ده يا عم داتا لينك لاير والله،
او الفيزيكال لاير. الكوليجن ديتكشن لا، فهو بيعمل راوتينج وبيعمل انكابسوليشن بي بي دي يو فروم الترانسبورت لاير. وات ار تو فانكشن اوف ان في رام؟ ان ان في رام دي بتحتفظ بمحتوياتها لما الكهرباء بتقطع. بيخزن الراوتينج تيبل؟ لا، الراوتينج تيبل والله بيتخزن في الرام. بيخزن الكونتينت لما الباور يتشال؟ وكمان بيستور الستارت اب. لو انتوا رجعتوا على المحاضره بتاعه الراوتينج على الراوتر هتلاقوا كمان الكونفيجريشن بتاعتنا بنخزنها في ستارت اب فايل وبنخزنها في الان في رام. طيب ريفير تو اكزيبت. What will be the result of entering this configuration? The next time a network administrator connect a console cable to the router and no additional command have been entered. الراجل عمل ايه؟ عمل enable password Cisco 123، enable secret Cisco 123، service password encryption، راح مشفر كل حاجة. Line console سيسكو 789 اند، كوبي من الرننج للستارت اب، عمل ريلود، عمل ريستارت للراوتر. بيقول الادمنستريتور ويل بي ريكواير تو انتر سيسكو 123، ولا الادمنستريتور ريكواير تو انتر سيسكو 234، ولا الادمنستريتور ويل بي ريكواير تو انتر 789 سيسكو سوماتس، ولا administrator will be presented with R1 prompt. ها R1 prompt هو عمل reload، عمل ايه؟ وانا هندسه نسي اعمل حفظ، ما عملش ايه رايت. ما هو عمل كوبي اهو، كوبي من الرننج نفسها في الستارت اب ناس، وهو موجود على R1. تمام، خد بالك السؤال ده فيه غلطة، الإجابة بتاعته فيها غلطة. حلو كده، ليه فيها غلطة؟ هو المفروض refer to exhibit what will be result of entering this configuration the next time an administrator connect a console cable، هيوصل بكونسول كيبل، and no additional command have been entered، مفيش كوماندات تانية اتكتبت. بص يا معلم، السؤال ده إجابته غلط. السؤال ده اول ما الراجل يعمل ريلود هيقول له دخل الباسورد بتاع باسورد الكونسول بتاع الكونسول اللي هو سيسكو 789 اهو، فدي الاجابه الصح يا معلم. حلو الكلام. ها، فخد بالك الحاجات بتاعه الانترنت زمان بحل كده فيها اسئله غلط، والناس تقول لك انا داخل الامتحان حالل الاجابات زي ما هي موجوده في الضم، بس في اسئله بتبقى غلط لان واحد اللي حل الامتحان زيي وزيك. لو عايزين نجرب الكونفيجريشن نجربها اهو، بصوا ادا الكونفيجريشن بتاعتنا اهي، ادا الراوتر اهو، رحت الراجل دخل عليه سي ال ار، اهو نو انيبل كونفتي هوست نيم R1 زيه بالظبط اهو، انيبل باسورد وعمل هو سيسكو 123، انيبل سيكريت، انيبل سيكريت سيسكو 345، وراح عامل سيرفيس باسورد انكريبشن، وراح عامل لاين كونسول زيرو باسورد، عمل ايه؟ عمل باسورد سيسكو 789، وراح عامل ايه؟ عامل لوجن، وراح عامل اكزيت، وراح عامل اكزيت، وراح عامل ايه؟ كوبي مسافه من الرننج للستارت اب، وراح عمل ريلود اهو، قال له ريستارت يا معلم، وهو داخل بكابل الكونسول. تعالى هنشوف هيعمل ايه. قال لك ايه؟
اكتب الباسورد، اكتب له بقى سيسكو 789، راح داخل. تمام. ها، فالسؤال عندي هنا غلط. الاجابه الصح بتاعه الادمنستريتور ها will be entered to سيسكو 789. بس انا في عندي قصه هنا انا ما خدتش بالي منها غير دلوقتي، ان هو عمل لاين كونسول زيرو باسورد كذا بس ما عملش لوجن. شايفين يا شباب؟ كان في كلمه لوجن. اللوجن ده بتقول له طلع الباسورد اللي عندك، هو ما عملش هنا لوجن. طب تعالى نجربها كده، فهو شكله كده الاجابه فعلا صح اهو. انيبل، انا فكرت ان كان فيها لوجن. سيسكو 1 2 3، سيسكو 3 4 5 تقريبا. تمام. كونف تي لاين كونسول زيرو نو باسورد، انا شلت الباسورد اللي كنت حاططه، بعدين اكزيت لاين كونسول زيرو باسورد سيسكو 789 ومش هعمل لوجن. عملت ايه؟ عملت اند، ورحت عامل كوبي من الرننج للستارت اب وعملت ريلود. لو دخل كده على طول، لان هو نسي يعمل لوجن، لو دخل على طول يبقى هو اجابته صح. هيطلب منك باسورد لان اللوجن ده الديفولت اساسا. اهو 7، شككني بنفسي. سيسكو 789، سيسكو 789. اهو، لا يا معلم، الاجابه الصح عندنا اللي هي رقم 3. طيب السؤال اللي بعده، وات از دوت ديسيمال ريبريزنتيشن، هتحول من باينري لديسيمال، دي فيها اي مشكله؟ هنا هيبقى 1 و2 3 وهيبقى 8 11. 11 و192 كام؟ 203 اهو، اول واحدة ده زيرو. طيب اللي بعده هيبقى 64 و32 و16. 64 و32 كام؟ 6 وكام؟ 96. و16 شوف بقى كام، واجمع عليهم 1 هيطلع لك 113. تمام، وهكذا بقى. What are three characteristics of multicast transmission؟ خد بالك من السؤال ده جاي في الامتحان الدولي. السورس ادرس اوف multicast transmission بيبقى في الرينج ده؟ لا يا حبيبي، ده بيبقى الديستنيشن ادرس مش السورس ادرس. السنجل باكيت كان بي سنت تو جروب اوف هوست، المالتيكاست معناه كده ان بروح لمجموعه من الاجهزه. المالتي كاست ترانسميشن كان بي يوزد باي راوتر تو اكسشينج راوتنج انفورميشن، انا اديت عليها مثال المره اللي فاتت، قلت لك الريب، لو عندي راوترات شغاله ريب بستخدم المالتي كاست عشان يكلموا بعض. الراوتر ويل نوت فورورد مالتي كاست ادرس ان ذا رينج اوف، الراوتر ويل نوت فورورد المالت كاست ادرس ان ذا رينج اوف 224.00 to 224.00.250. الراوتر ويل نوت فورورد المالت كاست ادرس ان ذا رينج من 224 ل 224.00.250، لان الراوتر دول محجوزين للراوتنج بروتوكول بتاعته. الكمبيوتر يوز مالت كاست ترانسميشن تو ريكوست، لا، المالتي كاست مسج ماب لور لاير ادرس تو ابر لاير ادرس، لا طبعا. طيب في حد عنده اي مشاكل في الاسئله اللي فاتت دي؟ لا تمام. طيب بعد كان ده المالتي كاست كده يعني لازم يبقى داخل اللان ولا ايه؟ مش فاهم انا المالتي كاست. الراوتر ليه مش المالتي كاست بيبقى داخل اللان، بيبقى على الرجول بتاع الراوتر الدايركت كونكتد بيه، فهمني؟ يعني الراوتر ما بيفروتش الباكيتات المالتي كاست ولا البرودكاست، بيفروت بس اليوني كاست.
طب ليه؟ ما هو احنا كده معلش يعني في الاتصال بتاعنا ده مش يعتبر احنا عاملين كده مالتي كاست، ولا انا لا فكري لا غلط؟ لا، يونيكاست يا معلم، احنا كلنا متوصلين بالسيرفر بتاع زوم ده. طيب ماشي، بس حضرتك احنا جروب واحد والباكت بيطلع من عند حضرتك مثلا بيوصل لنا كلنا وهكذا. بالظبط. ده ايه ده؟ بيبقى ايه طالع مني للسيرفر ومن السيرفر ليك، يعني انت فاتح سوكت مع السيرفر دلوقتي، فهمني؟ انما المالتي كاست عندنا بيبقى كده، بص كده بيبقى كده، لو عندي مجموعة من الأجهزة راوترات أهو 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 أهو، وهنا سويتش، فأنا عايز أبعت لثلاثة من دول، لده وده وده، إنما مبعتش لده، ده اسمه مالتي كاست. إنما الراوتر ده ما ياخدش الرسالة المالتي كاست ويبعتها للراوتر اللي بعده، لأ بيبعتها له يونيكاست بقى لو عايز يبعتها له. انما رساله حلو المالتي خالص. كاست ما تعديش على الراوتر، ما تعديش بره النتورك بتاعتنا اهي، احنا كده نتورك واحده اهو، تمام؟ اللي بيحصل له راوتنج اليونيكاست باكيت، لا البروت كاست ولا المالتي كاست. طب الراوتر لما بيبعت لراوتر تاني وليكن على بروتوكول زي ما قلت حضرتك الريب مثلا، الريب مش بيبقى بيبعت له للراوتر ده؟ بيبقى له اتنين ادرسيز، واحد اهو لما يكون الراوتر متوصل بسويتش يبعت على مالتي كاست ادرس، طب راوتر متوصل براوتر يبعت يوني كاست مسج، يعني لو هو شبكه بوينت بوينت يبعت يوني كاست، لو هو شبكه مالتي اكسس يبعت ايه مالتي كاست، تمام؟ تمام. خلاص كده اوكي. تمام، شكرا. طيب يحيى في اي سؤال؟ يحيى هرب. بالصورة اللي قبلها دي شوية. اها تدي؟ لا، بالصورة اللي كنا فيها اخر شيء. اوكي. لما ترسمت الاربع راوترز. هيك كيف تصير العملية؟ انت عم تقول مالتي كاست على ثلاثة راوتر، الراوتر اللي برات هو اللان. تعريف المالتي كاست يا يحيى، ان انا لو انا في شبكه لان وعايز ابعت لمجموعه من الاجهزه ما ابعتش لكل الناس، ده بيبقى اسمه ايه؟ مالتي كاست. مالتي كاست بس كده. سيبك بقى ان هم متوصلين براوتر او متوصلين باجهزه الكمبيوتر دلوقتي، لان هتنشرح تاني بالتفصيل بعدين. اوكي تمام. تمام بس اوكي. اوكي طب تمام، تعالوا نكمل كده مع بعض. كنا واقفين عند مين؟ كنا واقفين هنا يا معلم. السؤال اللي جاي دوت المفروض هو مشكلتي بس معاكم ان انا مش طايلكم، فالمفروض كان كل واحد فيكم حل سؤال يعني، بس ما علينا. What are three range of IP address reserved for private؟ احنا قلنا البرايفت اي اي بي بدايته 10 واي اي بي بدايته 172 16 واي اي بي بدايته 192 168. طبعا ده شيء بسيط يعني، السؤال ده بسيط جدا. طيب السؤال اللي بعده، what purpose of NAT 64؟ ده كان بيعمل ايه؟ خدناه مع بعض، بيحول الباكيتات من فيرجن 6 لفيرجن 4، ده احد التكنولوجي اللي بيحول الباكيتات من فيرجن 6 لفيرجن ايه لفيرجن 4. طيب عايز يختصر الاي بي ده، يختصره ازاي؟ 2001 تنزل زي ما هي. طب عندي هنا بلوكين بصفار وهنا ثلاث بلوكات بصفار، احنا قلنا بناخد الاطول، فالثلاث بلوكات بصفار حط مكانهم ايه؟ كولا ما هو. طب والبلوكين دول هعمل فيهم ايه؟ هحطهم بصفر صفر. طب وفي هنا ثلاث صفار على الشمال هشيلهم واحط واحد. فاكرين القاعدتين الاثنين بتوع ازاي بنختصر الاي بي فيرجن 6؟ لو انتم ما انتوش فاكرينهم راجعوا من المحاضره بتاع الفيرجن 6. يعني ايه لينك لوكال؟ يعني الابيبه بتاع الفيرجن 6 اللي كان بيبقى بدايته اف اي 80 اهو، ورسمت لكم جدول وكتبت لكم فيه اف اي 80. طيب يا معلم، هاو ميني فاليد هوست ار افيلابل اون اي بي فيرجن 4 سبنت؟ اتهرينا سبنت لسبنت ماسك 26. 26 يعني كام؟ بيقول لك والله انا عندي 26 بت للنتورك، يبقى 26 فاضل لك كام من 32؟ 6. يبقى عدد الأجهزة هيبقى كام؟ 2 و6 2 ب 64 2 62 جهاز فاليد أهو، ده الإجابة الصح 62.
A site administrator has been told that a particular network at the site must accommodate 126 hosts. Which subnet mask would be used that contains the required number of hosts? عايز شبكة فيها 126 جهاز، يا سلام، يبقى 2 باور اتش أكبر من 126، يبقى الـ اتش عندي بكام؟ يبقى الـ اتش عندي بسبعة. يعني أنا لو أنا عندي شبكة 24 و8 هاخد 7 للهوست، يفضل لي 1 للنتورك. 1 و24 كام؟ 25. الماسك بتاع الـ 25 ده كام؟ 8 8 8 واحد، اللي هو 255 255 255 128. تمام كده؟ اهو. Which subnet would include the address as a usable host address؟ اي واحد من دول هينفع ده يبقى جهاز جواه. ناخد الشبكة الأولانية اللي هي الـ 64، ناخد مثال عليها، يعني هي 192 168 1 و64، سلاش 26 أهو، 192 168 1 و64 سلاش كام؟ 26. 26 دي عبارة عن إيه؟ 26 بت للنتورك، وكام بت للهوست بقى؟ فاضل لك 6 للهوست. يعني السبنت ماسك هيبقى بتاعك كام؟ 255 255 255 192. المقلوب هيبقى ايه؟ 0 0 63. اجمع ده على الشبكة ده، يبقى 192 اهو، 192 دوت 168 دوت 1 و63 و64 كام؟ 127. يبقى الشبكة دي بدايتها من 64 لحد 127. هو الاي بي بتاعنا كام اللي مديهولنا؟ 96. لا، يبقى جوه الشبكة دي. طب لو جينا جربنا ال 32 سلاش 27، 32 هيبقى 192 168 1 32 سلاش 27. 27 ده يعني الماسك كام؟ يعني 8 8 8 3، اللي هو 255 255 255 224. المقلوب هيبقى كام؟ 0 0 0 31. اجمع كده، يبقى 192 168 1.63. انا عايز الاي بي 96، يبقى 96 مش واحد، يبقى دي غلط. وهكذا بقى تشيك على بقيه الاي بيهات هتلاقيهم كلهم مش هينفعوا. السؤال رقم 39، which statement is true about variable length subnet mask، اللي هو subnet of subnet. The size of each subnet may be different. الشبكات اللي انت بتطلعها بتبقى مختلفه بناء على عدد الاجهزه، depending on requirement. تمام. Which scenario describe a function provided by transport layer؟ دي سؤال في الترانسبورت لاير اهو. تمام كده. طب اسف، نقفل ونفتح تاني. اسف.